مبلا ما يخاف من المطر، واحنا جبل ما يهزنا ريح. اليوم 25 دوري. بالبدايه كنت مجرد متظاهر عادي، حد ما بلشت الدخانيات قمت اصد دخانيات، بعدين تحولت مخيم حديقتي لامه، صار شغلي على الدعم اللوجستي، مسؤول الدعم الاكل بصوره عامه، اوزع لكل التحرير المواكب الجرف الجسر السنك الجمهوريه كلها. هي سوت، مو حد تسوي شيء، سوت وهواي غيرنا. ما حد كان قادر يسوي هذا الشيء من 16 سنه، وقبل 16 سنه بعهود همين سوينا اللي ما حد قدر يسويه، فاكيد راح نسوي شيء بعد وبعد. مره كنت اصد دخانيات على الجسر مال الجمهوريه، فجني اثنين بنفس الوقت، شلت وحده شمرتها على ورا الجسر، والثانيه طخت بالتيل وجت هنا بيدي، فاحترقت رجعت. يعني انا يبان عليهم فيني صفقولي، ما يدرون اني جت دخانيه بيدي من الدخان، رجعت لهنا انا يعني ايدي محترقه لقيتها، وعادي. مره ثانيه جت برجلي بس عادي ما يهمك. شهداء اثنين وقعوا قدامي على جسر الجمهوريه يوم 25، واعلامهم بها دم اليسر جنطي حافظهم، شلتهم بيدي حطيتهم بالتك تك ونقلتهم. فهذا يعني شويه من ذاك اليوم، هذا الشيء اللي شدني وخلاني باقي لحد الان، بالرغم من الاشياء اللي صارت اقوى ممكن منها، بس ما اعرف انا هاي انطبعت ذهني وقلبي ليها. هلا بيكم.